تخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم وفضل الحجة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم وتجل جميلا جمال مشهود بالعين هاول لوجه الجمال المدرك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال المين وإن كانت الأنس الأدبي بعشمي سنعوش من ذلك الموزون تزويق للسامعين من خواص المؤمنين وتروي حالين وينال البركة كل ما صلى عليك النبي صلوا عليه صلاة الله وينال البركة كل من صلى عليه شوفا لفظ نوسى الدرع